لك نوع الصوب اللي احنا يعني اللي احنا فيها دي ان شاء الله؟ هي صوب اللي هي فتحه 8.5 × 40، جبت لها بلاستيك القدس، سمعت عنه جبت البلاستيك بتاع القدس، قالوا لي في كمان بلاستيك انتي فيروس، فطلبت منهم البلاستيك وجبته، فما شاء الله الزرع تحت منه ممتاز، لا في ذبابه ولا في حمره ولا في تريبس، ما فيش اي حشرات. الوقت الحشره موجوده بس مش داخله على الزرع، يعني حضرتك في تحجيم للحشره نفسها، ما فيش اي نشاط لها. ايوه الحشره موجوده لكن مش داخله على الزرع، مش ضاره الزرع بالنسبه لي. حضرتك عند حضرتك برضو صوب بإضافات مختلفه ولا دي الصوبه بس الوحيده؟ لا انا عندي 3 صوب بلاستيك انتي فيروس، وصوبه رابعه البلاستيك بتاعها مش فيها انتي فيروس، هو مشتت للضوء حراري، مجمع الماء على الجناب مش بنقط على الزرع عشان ما يجيبليش بياض زغبي. عندي صوبه ثانيه. طب وفي في مقارنه او في وجه اختلاف بين الصوبه الانتي فيروس والصوبه اللي من غير انتي فيروس؟ طبعا ده اختلاف كبير. الصوبه الانتي فيروس ما فيش اي حشرات موجوده على الزرع، مش ضاره الزرع، لكن الصوبه اللي هي الرابعه اللي هي عندي ما فيهاش انتي فيروس، الصوبه ديت الذبابه والنطاط والحشرات الموجوده مخرمه الزرع نفسه، فبالتالي مخليني اجيب ادويه وتكلفني زياده وارش الزرع، وبرضه الزرع بيتاثر من الادويه الكتير. حضرتك نوع البلاستيك ده انت كنت متعاقد على المصنع على 3 اضافات، انتي فوج وحراري اللي هو الاي ار ولايت ديفيوز. بالنسبه لتوزيع الضوء انطباعك ايه بالنسبه لجوده المحصول في الصوب حالها؟ لا هو كويس بصراحه، وهو حراري يعتبر ده المطلوب علشان الجو، بيحبس حراره جامده في نفس الوقت وبنزل الميه على جنب البلاستيك. ده هو الوقت الانتي فوج اللي انت كنت طالبه برضو؟ ان شاء الله هو ده. مفيش اي نزول الانتي فوج او قطرات الميه المتكثفه على النباتات نفسها؟ لا بتنزل على جنب الصوب. جنب الصوب بس. تمام والاحتباس الحراري كويس؟ الاحتباس الحراري كويس، هو اصلا بيحبس حراره جامده. طب حضرتك في خلال الشهر ونص اللي هو التاريخ من تاريخ فرد البلاستيك جمعت كام زرع، يعني كم جمع من المحصول؟ هو اول حاجه بتغيز عليه بقعد مثلا 10 ايام، وبعد كده بتزرع الزرع وبقعد له 45 يوم. انا جمعت 3 جمعات بس، انا بقول لك عشان يعني مفروض في الشهر ونص يكون جمع دلوقتي، لو مزروع على طول المفروض يكون جمع دلوقتي مش يقل مثلا عن 7-8 جمعات.